essa bola vai rolar. Um duelo tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá! مسافة الطريق ووصلنا إلى مركز تدريبات المنتخب الأولمبي. راح نشوف جزء من التدريبات ونلتقي بعدد من اللاعبين ونشوف الاستعداد الحقيقي والمثالي للمباراة الأولى ضد الدنمارك. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرف انه اليوم احنا بدينا بالعد التنازلي يعني بعد باكر المباراة. الحمد لله والشكر نشوف اللاعبين كلهم معنويات عالية، استعدادات جيدة، الكادر التدريبي يعني وضع لنا الخطة الكاملة لخوض المباراة الأولى، وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى من الله إن شاء الله نتوفق المباراة الأولى. إن شاء الله أكيد كل اللاعبين الموجودين عندهم ثقة عالية جدا، زملائي الموجودين كلاعب عندي ثقة كبيرة بهم، واني اتمنى انه العب بجانبه ان شاء الله واقدم كل ما لدي ان شاء الله في المباراة الاولى والمهمة جدا. يعني الرقم انا بالنسبة لي يعني مو مهم قدر ما مهم عندي البطولة. عندنا مباراة الدنمارك مباراة مهمة، اتمنى من جمهورنا مثل ما وقفنا التصفيات يوقف ويانا بالنهايات. رقم 10 شرف لاي لاعب، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الكادر التدريبي والجمهور العراقي ان شاء الله. كنت في يوم تتوقع اول ما بديت في كره القدم انه راح يجي يوم تمثل العراق وانت في البرازيل؟ والله ما الواحد يتوقع، ما متوقع هذا الشيء، بس الحمد لله وشكر فضل من الله اني قدرت احقق يعني انجاز الكره العراقيه والتاهل الاولمبيات، وان شاء الله نحقق انجاز يعني مثل انجاز اثينا ان شاء الله. هي هاي المباراه المفصل يعني وصول الدور الثاني، اعتقد اللي يفوز تقريبا 80% يضمن تاهل الدور الثاني ان شاء الله.